السلام عليكم، كنت من إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. كيف ما موالفين، ملي كنسالي شي موديل كنبغي نشاركه معكم. فأنا ساليت هذا الموديل هذا اللي نتوما كتشوفوه بتوب البروكار، اللي هو اللبسه ديال العروسه. فيها جوج بياسات، البياسه التحتانيه ما عنديش، جات بياسه تحتانيه دونتيل في الكرونه، عليها انا عملت لها هاد الحجار هادو في الكرونه. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم في هذا الموديل هذا. عملت فيه بزاف ديال الاحجار والى عقلته. نزلت لكم النهار الاولاني اللي بغيت تذكر الرشمه ديالها، وقلت لكم هذا هما النوع ديال الاحجار اللي بغيت نعمل. الى بغيتوا ترجعوا للفيديوهات السابقه، ترجعوا هذا الفيديو هذا وترجعوا حتى الثمن ديال الاحجار اللي عملت. حتى الى ما قدرتوش ترجعوا للفيديوهات السابقه، عجبروه في صندوق الوصف الرابط ديال الاثمنه ديال هاد الاحجار وشنو عملت بالضبط في هاد الموديل هذا. المهم نخليكم مع بقيه الموديل. الى بغيتوا الرشمه فنزلها ان شاء الله في القناه الفنه الطنجاويه، حتى هي ان شاء الله تجبروها في صندوق الوصف. المهم نخليكم مع فيديو، وكنتمنى ان شاء الله لكم فرجه ممتعه ومع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا.